مزاج مملوء بالتفاؤل والفروسية، ممزوج بجمال الطبيعة والهواء والخاطر الخصب بحب الآخرين، في جبال ووديان وسهول ترفرف فيها أوراق الخريف المخضر بسماحة الأهل والأحباب. هي أركويت، الأرض البكر بأمنيات المستقبل، الماضي الذي لا تتجاوزه ذاكرة التاريخ، حاضر يحفظ لصاحب هذا الضريح عثمان دقنة بسالته في كسر المربع الإنجليزي في معارك التيب والتامعي، ومبان نقشت برغبة الحاكم العام الإنجليزي آنذاك وهو يحكم السودان من حيث يأتيه الهواء الطلق. الحاكم العام للسودان بصحبة إدارته المالية أو السكرتير المالي والسكرتير الإداري والسكرتير القضائي اختاروا أركويت كمنطقة جوها يكون معتدل مقارنة بداخل السودان في خلال فترة من مارس إلى يونيو من كل عام، وبالتالي كان السودان يحكم من أركويت خلال هذه الفترة، خلال الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي. ترتفع منطقة أركويت 3000 قدم فوق سطح البحر، وهو ما أعطاها مناخا يتذوق فيه الناس طعم العافية ويتأملون الطبيعة على امتداد الأفق، فبين طيورها وأشجارها ومائها ورملها يحكي الأطفال أحاج الكبار. المنطقة دي منطقة سياحية، كان الناس يمشي يتسلقوا الجبال، في كان الخيران دي بيها سرف بتاع موية، الموية شغالة في الخيران، يعني تحفر الرملة شوية كده بيجيك تراب موية. وكان المنطقة دي يجي الحاكم العام والسكرتارية بتاعته بيصيفوا تقريبا أغلب أكتر شهور السنة، ويديروا الرئاسة بتاعتهم الخرطوم من هنا، فبيجيبوا معهم مثلا الحصين بتاعتهم والحاشية بتاعته بيكون قاعد هنا. عرف المجاذيب هنا بنار القرآن المتقدة، يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم، مما جعلهم محل تقدير واحترام، حتى إن مدافن موتاهم تجد من الاهتمام والرعاية ما يجعلها مزارا للناس عرفانا بجميلهم. في نوعين من إبراز صاحب القبر أساسا، إما يبرز القبر بارتفاعه عن سطح الأرض وحجمه وعمل مسجد أمامه، أو بطريقة كتابة اسم الإنسان المرحوم والوصول من ذلك المكان بتاريخه. وبالنسبة للشيوخ، هؤلاء يجب يعتقد الناس أن ينبغي أن يميزوا بعلامات كالأعلام ووضع الأقمشة البيضاء، فإنما يزورها يزور إنسان هذه القبور يدرك أن ذلك القبر عليه علامة البارزة هو قبر ذلك المرحوم، وهذا يعتبر عنده درجة علمية ودينية معروفة من الناس الطرق الصوفية المعروفين لدى المواطنين. أركويت معروف عنها تميزها المناخي،
الذي يمكن من زراعة كافة أشجار الفاكهة كالرمان والتفاح والعنب وكذلك الخضروات بأنواعها، فهي أرض صالحة لبقاء الناس إذا توفرت العزائم والمياه. نزرع طماطم، بطيخ، أجور، بامية، أي حاجة نزرع، أي شجر شفتها، الليمون، العنب، الرمان، الجوافة، أي شجر يقوم فيهم الكويت، لكن موياتهم بدون ما بيقوم الموية بسيطة، ما نافر هنا بيدنا، عشان كده هنا ما نزرع محل كتير، نزرع محل بسيطة كده ونشوف به. نحن لو نلقى موية الكويت أي حاجة تنفع معها تقوم معها، كان نحن طماطم نوديه برسودان. أركويت مأهولة بأشجار الزقوم الأخضر على الدوام، ومنه تبنى أغلب المساكن، فضلا عن أشجار الأراك التي تستخدم في نظافة الأسنان، وجميعها مقومات للسياحة تجعل الزائرين إلى هذه المنطقة يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في مدن بورسودان وسواكن، تصبح أركويت أفضل الخيارات. أركويت فيها شيء يعني معروفة بشجر الأراك، منكر السنكات وأركويت. والغريب أنا قبل فترة في معرض في جنوب أفريقيا لقيت إنه الشجرة اللي عندنا اللي هي بتقوم من فرعين، الشعار بتاع المعرض هناك ما متواجدة إلا هنا وهناك، غير إنه شجر الزغوم يعني برضو مذكور يعني. ونتمنى إنه الناس السودانيين، أنا بقول السودانيين لأنه السياحة الداخلية هي أهم من السياحة الخارجية. إذا زرت أركويت ولم تزر جبل الست فإن زيارتك منقوصة، فالمكان هنا ممتع للغاية، ومع أن أغلب الحيوانات المتوحشة قد هجرته إلا أنه يظل من المعالم البارزة والمهمة بالمنطقة. جينا زيارة صيفية أو سياحية في منطقة أركويت، هذه المنطقة طبعا منطقة تاريخية و فيها الأمير عثمان دقنة، وكانت مصيف في الاستعمار الإنجليزي، وكان الحاكم الإنجليزي في الفترة من مارس حتى يونيو يحكم السودان من هذه المنطقة. أمسيات أركويت مسكونة بهدوء الجبال والوديان، وصاخبة برواد البيبوب الرقصة المحببة إلى النفس يحتفل بها الشباب عند قدوم المساء وساعات الفرح، فهم فتية من المروءة والإقدام والكرم بمكان. هنا نغدي كشباب في هذه المنطقة أوقاتنا في كرة الأصريات، في كرة القدم وكرة السلة. طبعا عندنا فريق صغر وعندنا فريق دغنة، والحمد لله عندنا فريق كرة السلة والأسريات، وبالأمسيات عندنا لم يفتتح بعد، عندنا مركز شباب أركويت الذي إنشأه الأخ الأم أحمد بشير وابن أبناء هذه المنطقة، وهذا المركز يقوم به فيه كل الألعاب. Yeah.
هكذا نودع أركويت، الإنسان والطبيعة والتاريخ، فبين جبالها ووديانها حياة البداوة، وبين معطياتها سياحة المستقبل. جابر المنصوري، الشروق، مصيف أركويت، ولاية البحر الأحمر.